فكر الحاله النفسيه، ودي يمكن كابتن عصام كمان كان اتكلم عنها وقلت له هرجع له فيها. الحاله يا كابتن يعني ناس كتير قوي بتشوف ان المدرب هو العامل الرئيسي فيها، شايف باتشيكو عامل ايه لحد دلوقتي مع اللعيبه ومع الزمالك؟ لا انا شايف ان هو برضو كان عنده التجربه الصغيره القصيره اللي كانت مع نادي الزمالك، وبرضو باختيار موفق في ان هو برضو قدر بسرعه يحط ايديه على التشكيله، معروفه ما بتخرجش عن حوالي يعني 90 95% من التشكيله اساسا باستثناء واحد او اثنين بيقدر يضيفهم بشكل كبير جدا. شايفه من خلال المباريات ان هو برضو حته الارهاق والاجهاد ومفيش ثبات في التشكيل والغيابات والايقافات والحاجات دي كلها، لكن في هذه المباراه لازم العب المباريات الكبيره، لازم العب باللعيبه الكبيره وبالتشكيل الاساسي وبقوه الضربه بشكل كبير جدا. في نقطه بس كنت عايز اضيفها مهمه جدا يا ياسمين، اللي هي ايه؟ جزئيه ان احنا واحنا بنتكلم انا واسال على الاهلي والزمالك، عندهم تاريخ طويل وعريض جدا في الخبرات الافريقيه. احنا عشان احنا دخلنا في اجواء مختلفه عن الدوري العام وجائحه كورونا وكل كلام، فدخلنا في اجواء اتفاجئنا ان احنا في بطوله افريقيا. ففي نفس الوقت احنا طبعا كل الاحترام للرجاء والوداد بشكل كبير جدا، احنا عشان هنلاعبهم فاحنا مدين اهتمام كبير جدا، لكن انا بقول لك ان احنا المباراه الخارجيه المباراه بره وعندنا هتبقى صعبه. يعني ايه؟ مع ضغط مباريات الدوري، مع كورونا، مع الحاله النفسيه للاعبين. لا، في جزئيه تانية عايز اضيفها، ليه؟ ان الاهلي والزمالك مش رايحين بره يدافعوا. يعني الاهلي والزمالك دول فرقتين كبار وعندهم خبرات افريقيه كبيره جدا، فمش رايحين يدافعوا لان المباراه في القاهره هتبقى صعبه. يعني انا ايه، مش هستنى انا ان انا ادافع عشان اخرج بنتيجه سلبيه وما اروحش لجون، ما يبقاش بخلقش لنفسي فرص، وان انا ما اروحش اهدد فريق الرجاء او فريق الوداد وما اضغطش عليه. لا، المباريات هتبقى فيها خطه معينه وفيها توازن في الاداء، لكن في نفس الوقت لازم تكون الهجمه هنا قصادها هجمه هنا. يعني الاهلي والزمالك لازم يعملوا كده، لان المباراه في مباراه العوده برضو بدون جماهير هتبقى المباراه صعبه عندنا برضو في القاهره. ان شاء الله خير. طيب كابتن ياسر، برضو موسيماني مع الاهلي؟ لا انا برضو يعني هو حط النقط، وهو متعايش اصلا ولعبناه قبل كده في الماتشات الافريقيه، وهو دارس لعبه النادي الاهلي، وهو عارفه الميزه في موسيماني ايه. انت عارفه لما يجي مدير فني هو سعيد اللي هو موجود جوه منظومه النادي الاهلي، وسعيد اللي هو بيقول لك انا حققت حلم حياتي. على فكره كل ده دوافع ما يحسهاش الاجنبي اللي هو ما لعبش ماتشات افريقيه، ما عرفش ايه الاهلي، ما عرفش ايه الزمالك، لكن موسيماني عارف ايه قيمه وقدر النادي الاهلي، وعارف هو ايه في افريقيا. فاللي هو يجي ويبقى موجود دارس لعبه النادي الاهلي، وفي وقت بسيط جدا بدا يحط النقط الفرقه بتاع فرقه النادي الاهلي، نقط القوه ونقط الضعف وايه مفاتيح اللعب بتاعه النادي الاهلي. فكل ده هو يعني الموضوع مش بعيد عنه. واعتقد الماتشين ثلاثه اللي هو لعبهم في الدوري مع ماتش في الكاس، يعني كل مدى بيحط نقطه على الحروف. يعني يا رب كل التوفيق، بنتمنى باذن الله النهائي يكون مصري خالص، اهلي وزمالك، واحنا بنشجع مصر ان شاء الله.